كم مرة قلبك أكلك لما زميلتك في الجامعة لبست حاجة جديدة جميلة غالية؟ وكم مرة قلبك أكلك لما زميلك في الشغل جيب عربية جديدة بابا جابها له وانت عربيتك قديمة موديل قديم؟ كم مرة قلبك أكلك لما زميلتك جالها ترقية في الشغل؟ وكم مرة قلبك أكلك لما جارك في البيت اشترى عفش جديد غالي جدا؟ في الواقع عندنا القلوب في رأيي أنا هي شيء مهم جدا جدا لنجاح أي إنسان. القلب هو مصدر العقل ومصدر العاطفة مع بعض. لا وسبحان الله القلب فيه خلايا عقلية في قلبنا إحنا. فالإنسان مهما حقق نجاحات في حياته وقلبه مش سليم هيعيش تعبان. القلب اللي مليان أو ساعات يجيله أحاسيس سلبية زي الغيرة، الحقد، الحسد، الكراهية، القلب ده ما بيساعدش صاحبه قوي إنه يعيش حياة مبسوطة. والعكس صحيح، القلب الجميل الأبيض النقي بيساعدك انك تتقدم في حياتك وانك تنام زي الطفل بالليل بعمق، وانك تحب خلق ربنا وخلق ربنا يحبوك. تخيل جبل زي ده بيحس بقلبك لانه من خلق الله سبحانه وتعالى. اذا انت قلبك جميل محب مخلص الخلائق كلها هتحبك، الارض اللي هتمشي عليها وتصلي عليها هتبكي لما تموت تقول كان في واحد جميل قلبه حلو بيصلي عليا، وتزعل انك سبت الدنيا دي الارض. ما بالك بالناس البشر، يوم ما يكون قلبك جميل انا اؤمن تماما بنظريه الجاذبيه والاتراكشن، مش بالفلسفة المادية البحتة ولكن بفلسفة روحانية، لأن فعلا القلوب جنود مجندة، ما تألف منها أو ما تشابه منها تلف. فإذا كان أنت قلبك جميل هينجذب إليك القلوب الجميلة الحلوة، وبالتالي سعادتك وفرحتك هتزداد. يبقى الرسالة اللي أنا عايز أوصلها النهاردة انه الجبل الجميل ده ممكن جدا يدعو ليك لما يحس ان قلبك حلو. تخيل كده. طيب ازاي انا انظف قلبي وانقيه؟ لابد من التمرين والاجتهاد ومقاومة الافكار السلبية اللي بتجيلي في قلبي، او اتمنى الخير دايما للناس وأراقب قلبي وأراقب حركاته ونبضاته. أول ما تجيلي غيرة أو يأكلني علشان حد حصل له نجاح أو تقدم أو مال أو كده، أستغفر ربنا وأبارك للحد ده وأتمنى له الخير. تمني الخير دايما بصفة مستمرة بيصلح قلب الواحد. لازم أشتغل على قلبي كويس جدا وأراعيه وأهتم بيه، لأن هو هيكون طريقي لدخول الجنة. مهما عملت من أموال ومهما جبت من أطفال وأولاد وربيتهم وكبرتهم، لو قلبك فيه ذرة من كبر مش هتدخل الجنة. والجنة لما أقولها مش بس لما أموت، الجنة على الأرض برضه، لأن المتكبرين وده مرض كبير قوي من أمراض القلب، ربنا بينزع عنه متعة آيات الله والتأمل فيها. سنصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا المتكبر مش شايف غير نفسه، فمش شايف الجبل الجميل ولا السحاب الرائع ده ولا البحر ولا الزهور ولا الورد ولا الناس الجميلة، شايف نفسه وعايز يثبت نفسه دائما، وهو بالتالي تعبان جدا جدا دنيا وآخرة. الإنسان اللي بيحقد أو بيحسد، الحقد والحسد بيأكله أساسا قبل ما بيأكل اللي بيحقد عليه أو بيحسده. القلب يا جماعة غاية في الأهمية، أرجوكم اهتموا بقلوبكم، املوها بالحب، املوها بالنور،
طهروها من الأفكار السلبية ومن المشاعر السلبية تماما هترقوا وتعيشوا حياة جميلة قوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.